كلية التمريض ولا معهد فني صحي؟ الاختيار الأصعب على الإطلاق، لأن ده مستقبلك، فالموضوع صعب بالنسبة لك والخيار صعب جدا بالنسبة لك. لذلك في الفيديو ده هوضح لك المميزات بتاعت كلية التمريض ومميزات المعهد الفني الصحي. مبدئيا أكيد علشان عاوزين نخش كلية معينة أكيد بنبص على مميزاتها، وبناء على المميزات دي بنبدأ إن احنا نختار الكلية دي. لذلك أنا هوضح لك المميزات بتاعت كلية التمريض ومميزات المعهد الفني الصحي. فالمميزات اللي أنت عاوزها أو المميزات اللي بتبحث عنها شوفها موجودة في المعهد الفني الصحي ولا كلية التمريض، وابدأ بناء على كده ابدأ اختار. ما تبصش للعيوب، احنا مش هنبص على السلبيات، احنا هنبص على الإيجابيات. المميزات دي احنا عاوزينها موجودة في كلية معينة، فهبدأ اختار الكلية دي. انا مش ببدأ اختار الكلية او ببعد عن كلية بسبب سلبياتها، انا لو المميزات كويسة بالنسبة لي فببدأ ان انا اختار الكلية دي. لذلك هبدأ هكلمك عن مميزات كلية التمريض ومميزات المعهد الفني الصحي. في الفيديو السابق اتكلمنا عن كلية التمريض وكلية الطب البيطري. لو انت برضو محتار بين الاتنين او كنت محتار بين الاتنين فبرضو تقدر تسمعه. بالاضافة ان في كذا فيديو عاوزك تسمعه علشان تقدر تفهم اكتر عن كلية التمريض، ولان ده مستقبلك، فهم حوالي 3 أو 4 فيديوهات. عندك فيديو بعنوان ليه تختار كلية التمريض، عندك فيديو تاني بعنوان ليه عايز احول من كلية التمريض، عندك فيديو بعنوان كلية الطب البيطري ولا كلية التمريض، وعندك فيديو بعنوان كلية التمريض، السفر، المرتبات، التكليف، وهل التكليف مهم. ابدأ اسمع الاربع فيديوهات دول، او ابدأ اسمع الفيديوهات اللي انا قلت لك عليها دي. فالفيديوهات دي حوالي ساعة ونص، فساعة ونص هي مش كتير خالص بالنسبة لمستقبلك، وان المجال اللي انت هتختاره هتبدأ ان انت تكمل فيه وده مستقبلك. فساعة ونص وتبدأ تختار او تبدأ تشوف المجال اللي انت عاوز تكمل فيه او الاتجاه اللي انت عاوز تمشي فيه، فساعة ونص بجد انا شايفهم قليلين، انك المفروض تسمع اكتر واكتر علشان تفهم كل مجال، سواء كلية التمريض او الطب البيطري، وتاخد معلومات اكتر عن المعهد الفني الصحي علشان ده مستقبلك وتعرف تختار صح. طيب انا مش عاوز اطول عليك، بس لكن ارجع اسمع الفيديوهات دي علشان تعرف اكتر عن كلية التمريض، لان في الفيديو ده مش هقولك كل حاجة بالتفصيل عن كلية التمريض. فتعال نبدأ، يلا نبدأ. طيب مبدئيا هي ليه اصلا المقارنة اتنشأت بين كلية التمريض والمعهد الفني الصحي؟ المقارنة اتنشأت ان هتلاقي ناس بتقول لك خش كلية التمريض، فكلية معاك بكالوريوس عالي، بالاضافة ان التمريض بيعملوا مرتبات كويسة جدا، سواء شغلهم في الحكومي او بالاضافة ان شغلهم في المستشفيات الخاصة، فبيقدروا يعملوا مرتبات كويسة جدا. الكلام ده حقيقي؟ اه الكلام ده حقيقي. فده جذبك لكلية التمريض، بالإضافة إن ناس تانية تقول لك خش معهد فني صحي 2 سنين و6 شهور امتياز، وبعدها إن أنت هتبدأ تاخد تكليفك وتبدأ برضو تشتغل في البرايفت وهكذا وتقتصر الطريق. ناس تقول لك إن كلية التمريض نظرة المجتمع ليها مش كويسة، بالإضافة إن شغل التمريض متعب ومرهق، فخليك تقول لا محتار، لا كده مش عاوز اخش كلية التمريض. فكرة نظرة المجتمع سريعا كده اتكلمنا عنه في الفيديوهات السابقة لو انت رحت سمعتها، لو ما سمعتهاش قلنا ان نظرة المجتمع او المجتمع ده عبارة عن ايه. قلنا عبارة عن 3 فئات. اول فئة هما ناس قريبين منك، واكيد انت عارف ان الناس القريبة منك سواء خالك خالتك مش عارف ايه، الناس القريبة منك دول دايما او مش عارف، انا بقابل فئات كتير ان هم بيبقوا يعني عارف انت الحقد والغل كده، انا مش عارف في ايه، بس بيبقى المعظم الاشخاص اللي انا بقابلهم هتلاقي الناس القريبة منك هي اللي بتحاول تقلل من المجال اللي انت عاوز تخشه وهكذا، انا مش عارف ليه، مع انه لو ده توفر لاولادهم اكيد هيدخلوهم كلية التمريض. الفئة التانية وهم اصدقائك، وطبعا اصدقائك هتلاقي مثلا حد في كلية تجارة او كلية اداب، مش بقلل منها خالص اقسم بالله، لكن انا اقصد ان تنسيقها بيبقى اقل منك او ايا كان، فيبدأ ان هو يقلل من كلية
التمريض، وطبعا قلنا ان مفيش حد بيحب التاني احسن منه، فاكيد انت عارف دول بيعملوا كده ازاي ليه يعني. الفئة التالتة وهم ناس انت اصلا متعرفهمش، فانت ليه اصلا شاغل بالك بيهم؟ فسيبك من حتة نظرة المجتمع. لكن كلمة نظرة المجتمع قبل ما افسرها لك اصلا، دي خليتك باصص لكلية التمريض، لا انا محتار هل اخشها ولا اخش معهد فني صحي افضل، فدي خليتك تميل لمعهد فني صحي افضل من كلية التمريض. في فئة تانية بصت لمعهد فني صحي وقلت لك ده معهد انت اصلا هتبقى معاك دبلوم اصلا، مش تعليم عالي، فانت تعليم فوق متوسط، فانت اصلا مش تعليم عالي، فتبدأ ان انت لا يعني انا بعد ما اتعلمت ده كله ادخل معهد، فتبدأ ان انت تميل لكلية التمريض وتفكك من المعهد. حد تاني يقول لك ان كلية التمريض ده بكالوريوس فتميل لكلية التمريض، حد يقول لك ان مجال السفر لكلية التمريض فتبدأ تميل لكلية التمريض. لذلك انا عامل لك الفيديو ده علشان اقول لك الاختيار بين الاثنين. حد تاني يكلمك عن اقسام معهد فني صحي ويقول لك في قسم معامل اللي هو فني معامل، وقسم اشعه، وقسم صناعه الاسنان، وعندك قسم تسجيل طبي واحصاء، وقسم صيانه الاجهزه الطبيه، ويقعد يعدد لك في كذا قسم كده ويكلمك على كل قسم، فتبدا تميل لمعهد فني صحي. لذلك دي المقارنة ليه اتنشأت بين كلية التمريض ومعهد فن صحي. انت لو فضلت سامع لحد هنا فكمل الفيديو، انا عارف ان هو هيبقى طويل، لكن زي ما قلت لك ده مستقبلك، فعاوز اعرفك كل حاجة عن الاثنين. زي ما قلت لك ارجع اسمع الفيديوهات التانية عشان تعرف معلومات اكتر عن كلية التمريض. تعال اكلمك عن المعهد الفني الصحي. معهد الفن الصحي هو عبارة عن سنتين دراسة وست شهور امتياز. طيب في السنتين الدراسة اول سنة بتدرس مواد زي تشريح، اناتومي، فيسيولوجي، مايكرو، انجليزي، علم نفس، كوميونيكيشن، تواصل، بتدرس طبعا الدراسة بالانجليش، وفي مادة بتبقى بالعربي، لكن معظم المواد كلها انجليش. وعاوز اقول لك ان هتقابل صعوبة اكيد في اي كلية عملية في الدراسة ان هي بالانجليش، فهتقابل صعوبة في الاول، لكن بعد كده الموضوع هيبقى بالنسبة لك عادي. حتى المادة بالعربي دي مش هتعرف تذاكرها بالعربي، يعني هتلاقيك بتعاني، انا عاوزها بالانجليش علشان اعرف اذاكر. المهم مش عاوزين نخرج على عن موضوعنا، فتعالى نكمل. قلنا المعهد عبارة عن سنتين دراسة وست شهور امتياز. بتدرس ايه؟ قلت لك المواد اللي انت بتدرسها نبذة كده عن سنة اولى، وبعدها بتدرس مواد تانية اللي هي مواد التخصص. طيب المعهد طبعا في حاجة اسمها تنسيق داخلي للمعهد، يعني مثلا عندك معهد فني صحي، نفترض معهد فني صحي او حاجة نسيت اقولها، وهو المعهد الفني الصحي اقليمي وليس جغرافي. يعني ايه اقليمي وليس جغرافي؟ يعني بياخد ابناء محافظته بس، او النطاق الجغرافي اللي حواليه بس، مش بياخد من محافظات تانية. يعني مثلا عندك معهد فني صحي امبابة مثلا بياخد من منطقة القاهرة والجيزة فقط، ما ياخدش من اسماعيلية، لا يعني هو بياخد من النطاق اللي فيه بس. لذلك عندك معهد فني صحي مثلا امبابة بيختلف تنسيقه عن معهد فني صحي في منطقة تانية كده يعني. فالمعهد الفني الصحي زي ما قلنا عبارة عن إقليمي وليس جغرافي. طيب عندك تنسيق داخلي في المعهد، ده بناء عليه بتبدأ إن تختار القسم. يعني مثلا عندك مع المعهد الفني الصحي بيقبل مثلا من، هو طبعا بيقبل من علم علوم وعلم رياضة، فلنفترض إن هو قبل من علم علوم من مجموع 70%، فخلاص هو بياخد كل اللي جايب 70% قدمه، هو قبل اللي هما الفئة دي اللي جايبة 70%. حد تاني جايب 80% وداخل المعهد، فاللي جايب 80% عاوز قسم معامل مثلا او قسم اشعة، فدول تقريبا من الاقسام اللي بيبقى عليها قبول شديد جدا، فتلاقي اللي جايب 80% يبدأ ان هو يختار القسم اللي هو عاوزه، والباقي بتملى رغبات وبالقسم اللي انت عاوزه. فلما يبقى مجموع اكتر او اعلى فبتقدر ان انت تختار القسم اللي انت عاوزه.
طيب قلنا ده كده بالنسبة للمجموع يعني، وإن المعهد إقليمي وليس جغرافي. طيب تعال نتكلم على أقسام المعهد الفني الصحي. عندنا كذا قسم، أنا هقول لك مش هذكر لك كل الأسماء، لكن هقول لك الأقسام اللي الناس بتبقى حاطة عينيها عليها، الأقسام اللي هي ليها شغل. لكن مش هو طبعا أي قسم في المعهد الفني الصحي ليه تكليف، بتخلص وبتستلم تكليفك، لكن انا بتكلم على الاقسام اللي الناس بصت عليها وعاوزه تدخلها اكتر. اول قسم قسم معامل. قسم معامل بتطلع منه فني معامل. يعني فني معامل؟ انت بتعمل التحاليل الطبيه وهكذا. القسم ده بتقدر تكمل منه كليه علوم طبيه، تبدا تكمل منه كليه علوم طبيه. وعاوز اقول لك ان انت اصلا مجموعك ممكن يكون جايب كليه علوم طبيه. طب ما ندخل كليه علوم طبيه عادي، ممكن تدخل كلية علوم طبية، لكن الميزة في المعهد انك انت بتستلم التكليف، فانت ممكن تكمل معهد، تخش المعهد وتستلم تكليفك وبعدها براحتك يبقى كمل كلية علوم طبية. اهم حاجة ضمنت الوظيفة، لكن عارفين ان انت لو دخلت كلية علوم طبية طبعا مش هتستلم تكليفك، هتاخد شهادتك وانت هتبدأ ان انت تدور على شغل، لكن الفكرة في المعهد فكرة التكليف. فعندنا قسم معامل، ده قسم عليه اقبال شديد، بتبقى فني معمل، وفي ناس بتبدأ ان هي تشارك حد في معمل وتبدأ ان هي تفتح معمل ويبقى معملها الخاص. ده بالنسبة لقسم معامل. بالنسبة لقسم اشعة، فبرضه بتبقى فني اشعة، انت اللي بتبدأ تعمل اشعة للبيشنت. عندنا دكتور اشعة وعندنا فني اشعة، انت اللي بتبدأ تتعامل مع البيشنت، بتبدأ تعمل له الاشعة، فانت بيبقى فني اشعة. في ناس برضو ان هي بتشارك حد تفتح مركز اشعة، وده يبقى شغلها بجانب ان هو شغال في المستشفى وليه تكليف فني اشعة. من الاقسام برضو اللي عليها اقبال فني اللي هي صناعة الاسنان. دي طبعا ليها اختبارات، ان ليها اختبارات صناعة الاسنان، لازم تكون بتعرف تقريبا ترسم وهكذا. فصناعة الاجسام الاجسام ايه صناعة الاسنان طبعا عاوزة تبقى مهاراتك كويسة، عندك المهارة اصلا ان انت ترسم، ان انت تنحت وهكذا. فبتخش صناعة الأسنان. عندك احنا عندنا أطباء الأسنان، طبعا فني الأسنان ده صناعة الأسنان مش دكتور أسنان، ولا بيقدر يكمل منه طب الأسنان. هي الفكرة ان هو بيبدأ، يعني لما تروح لدكتور الأسنان أوقات بياخد مقاسات السنة ويبدأ ان هو يجيب لك زيها ويبدأ يصنعها، فالمقاسات دي بيوديها المعمل يقول لك انا السنة بتاعتك او لسه الحاجات لسه بجيبها، المواد لسه بجيبها من المعمل. فبيبدأ ان هو ياخد مقاساتك يودها المعمل، المعمل يبدأ ينحت له السنة او الضرس بتاعك وبيبدأ يوديه لدكتور الاسنان. ده كده وظيفة فني صناعة الاسنان، هو اللي بيبدأ يصنع لك الاسنان، دكتور الاسنان بيستخدمها علشان يركب لك السنة دي او هكذا. ده كده بالنسبة لشغل فني الاسنان، وشغله ممتع جدا وجميل جدا. يبقى اتكلمنا على قسم معامل، قسم الاشعة، قسم صناعة الاسنان. عندنا القسم اللي بعد كده، ده طبعا الاقسام اللي انا قلتها دي بتقبل علم علوم فقط، بتقبل علم علوم فقط. عندنا قسم تاني وده علم رياضة فقط، وهو قسم صيانة الاجهزة الطبية، بتبقى فني اجهزة طبية، انت اللي بتبدأ تصلح الاجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بتبدأ ان انت تتعامل مع الاجهزة، بتبدأ ان انت تعمل لها الصيانة، وده قسم كويس جدا ومقبول جدا 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 جدا. طيب بالنسبة للألقاب في الأقسام دي كلها، فأنت بتبقى فني، لكن عندك مثلا أشعة هتلاقي إن البيشنت بيقول لك يا دكتور، حتى لو فتحت مركز أشعة هتلاقي البيشنت بيقول لك يا دكتور، هتلاقي في معامل كذلك البيشنت هيقول لك يا دكتور، عندك مثلا أسنان هيقول لك يا دكتور، عندك صيانة أجهزة طبية هيقول لك يا باش مهندس، لو أنت مهتم بالألقاب قوي يعني. طيب عندنا قسم تسجيل طبي وإحصاء، وده قسم ممتع جدا، هو أنت بتقعد على كمبيوتر بيبدأ يجيلك الداتا، كم حالة جالها كوفيد
كم حالة خرجت كم حد كده، فانت بتبدأ ان انت تسجل الداتا دي على الكمبيوتر، فده تسجيل طبي واحصاء، وبيتقال له يا دكتور. انا مش عاوزك تهتم باللقب، اهم حاجة الوظيفة، يعني سيبك من المسميات دي، يعني المسميات دي سيبك منها وفكك منها، ما تشغلش بالك بيها قوي يعني. طيب ده كده بالنسبة للمعهد الفني الصحي. وعندك برضو قسم اللي هي التمريض العام، قسم التمريض العام بتطلع منه تمريض، بتطلع منه تمريض طبعا، ممرض في المستشفى، وبتبدأ تستلم تكليفك. قلنا اي قسم من قسم من المعهد الفني الصحي بتبدأ ان انت تستلم تكليفك. طيب عندنا قسم تاني تخدير، وطبعا مش بتطلع منه دكتور تخدير، انت بتطلع فني تخدير. فني تخدير تقدر تقول ممرض تخدير. شغل الفني التخدير ده ايه؟ شغل الفني التخدير هو عندنا في غرفة العمليات، عندنا طبعا حاجة اسمها سكراب نيرس، النيرس اللي واقف مع الدكتور اللي هو الجراح، وعندنا حاجة اسمها سيركيوليتنج نيرس، النيرس اللي بيبقى موجود او اللي بتبقى موجودة ان هي بتبدأ هتاخده في التعقيم وهكذا، ان هي تبدأ ان هي تفتح لهم الادوات علشان ما يفكوش التعقيم بتاع الادوات دي وهكذا يعني. لكن السكراب نيرس بتبدأ مع الدكتور، يبدأ ان هو يشتغل، مش بتناوله زي ما هو بيقوله، لا انت بتبدأ ان تشتغل مع الدكتور، مساعد للدكتور، بتفتحه بتعمله عملية، فانت بتمسك بالألس الجلد بتاع المريض مش عارف ايه وهكذا يعني. ده شغل بعدين نبقى نشرح تمريض العمليات شغله ايه. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى فني، عندنا دكتور التخدير طبعا، وعندنا فني التخدير او اللي هو ممرض التخدير، هتسميه فني هتسميه ممرض، المهم فني التخدير ده بيبدأ ان هو اثناء العملية طبعا الدكتور يقول له ادي جرعة، زود جرعة في المحلول، جرعة ايه، بيدي كل فترة كده جرعة تخدير اثناء العملية علشان المريض ما يفوقش، وبيبدأ ان هو يراقب الحالة، وبيبدأ ان هو يبدأ يراقب المونيتور لو في اي تغيرات، ضغطه عالي، ضربات قلبه زادت وهكذا، يبدأ يبلغ الدكتور التخدير ويبدأ ان هو يتصرف معاه. ده شغل فني التخدير. وعندنا قسم رعاية حرجة، وعندنا قسم طوارئ، هو برضو الفكر هو تمريض يعني ممرض، لكن متخصص في حاجة معينة، متخصص في العناية المركزة، متخصص في الطوارئ، فهو ممرض متخصص. وعندنا طبعا زي ما قلنا شعبة التمريض العام، فانت بتطلع ممرض تقدر تشتغل في اي قسم ولست متخصص يعني. ده كده كل حاجة عايز تعرفها عن المعهد الفني الصحي. تعالى بقى طبعا عاوز تعرف معلومات اكتر عن كلية التمريض، فانا هقول لك معلومات عن كلية التمريض حاليا، وابدأ اسمع الفيديوهات اللي انا قلت لك عليها حوالي ساعة ونص، لكن ده مستقبلك فانت اسمعها علشان تعرف اكتر. طيب تعالى اكلمك برضو نبذة كده عن كلية التمريض زي ما كلمتك عن المعهد الفني الصحي، وفي الاخر هقول لك مقارنة بين الاتنين، في شهادة الاثنين، مرتب الاثنين، الدرجة الوظيفية للاثنين، التحضيرات للاثنين، تقدر ازاي تحضر وترقي نفسك في الاثنين، ينفع ابقى معيد في المعهد، طب ينفع ابقى معيد في الكلية، وده كله هنعرفه يعني في اخر الفيديو. طيب تعالى نتكلم عن كلية التمريض. كلية التمريض عبارة عن 4 سنين دراسة وسنة امتياز. بتدرس فيها ايه؟ بتدرس فيها اناتومي وفسيولوجي وبايو ومايكرو، وبتدرس فيها كوميونيكيشن وسايكولوجي، وبتدرس فيها فارما، وبتدرس فيها بطنة وجراحة، وبتدرس فيها أطفال، وبتدرس فيها نساء وتوليد، وبتدرس فيها نفسية، وبتدرس فيها مسنين. أنا قلت لك كده على الأقسام يعني، حاجات كده مواد كده إيه في السريع بتبدأ إن أنت تدرسها في كلية التمريض. فكلية التمريض 4 سنين دراسة و سنة امتياز، غير المعهد، المعهد 2 سنين دراسة و6 شهور امتياز. دي كده مقارنة بين الكلية والمعهد. طيب كلية التمريض بتتخرج لها تكليف طبعا، بتتخرج تستلم وظيفتك، ومعهد فني صحي بتتخرج وتستلم وظيفتك، فالاتنين بيتشابهوا ان الاتنين ليهم تكليف. طيب كلية التمريض بتخرج على الدرجة الثالثة،
بتبقى على الدرجة التالتة، المعهد الفني الصحي على الدرجة الرابعة، فمرتب كلية التمريض أعلى من كلية من معهد فني صحي، لأنك أنت على الدرجة التالتة وهو بيبقى خريج على الدرجة الرابعة. أصرف الدرجات درجة أولى درجة تانية درجة تالتة، فلو والدك موظف حكومي فهو هيقدر يفيدك أكتر عني وهيفهمك أكتر علشان الفيديو ما يطولش، يعني إيه درجة تانية ودرجة أولى درجة تالتة، يعني لو هو موظف حكومي فهو فاهم ده وهيقدر يفهمك. طيب كلية التمريض طبعا تعليم عالي، انت معاك بكالوريوس تمريض، لكن معهد فني صحي مش تعليم عالي، بتاخد دبلومة في الأشعة وهكذا، يعني مش تعليم عالي، تعليم فوق متوسط. ده كده بالنسبة للتعليم. طبعا مرتبات كلية التمريض مرتبها طبعا أعلى من معهد فني صحي، لأن زي ما قلنا كلية التمريض أنت خريج على الدرجة الثالثة ومعهد فني صحي على الدرجة الرابعة. كلية التمريض تقدر تكمل بعدها دراسات عليا زي ماجستير، وتقدر تاخد فيها زمالات وبعدها دكتوراه وهكذا. كلية التمريض تقدر ان انت تبقى معيد في الكلية، حتى لو ما بقتش معيد وحضرت ماجستير تقدر ان انت تشتغل في التدريس مدرس مساعد، وبعدها تحضر دكتوراه تبقى مدرس اللي هو دكتور في الكلية. لكن معهد فني صحي ما تقدرش ان انت تحضر ماجستير ودكتوراه، كل اللي تقدر تعمله ان انت تاخد كلية بعديها، زي مثلا عندك من الاقسام اللي بتدخل كليات، يعني كليات المتاحه لك بعد ان انت تكملها بعد معهد فني صحي، عندك علوم طبيه، وبعدها ممكن بقى لما تاخد كليه علوم طبيه لانك كده بقت بكالوريوس تقدر ان انت تحضر ماجستير ودكتوراه. عندك معهد فني صحي تقدر تكمل منه كليه هندسه، خاصه قسم صيانه اجهزه طبيه تقدر تكمل منه هندسة. كلية التمريض بتقبل طلاب الثانوية العامة وطلاب معهد تمريض، وطبعا معهد فني صحي قسم تمريض عام تقدر تكمل منه كلية التمريض. وده للناس اللي كانت مدرسة تمريض وبعدها دخلت معهد فني صحي تمريض عام يقدروا يكملوا كلية، لكن لو حد ثانوية عامة ودخل معهد فني صحي قسم تمريض مش هيقدر يكمل منه كلية تمريض. فكلية تمريض اللي بيدخلها ناس ثانوية عامة طبعا، أو ناس اللي هي من مدارس تمريض وبعدها دخلوا بعد مدارس تمريض دخلوا معهد تمريض وبعدها كملوا كلية تمريض. وبرضه لو حد ثانوية عامة وكان في معهد فني تمريض وجاب تقدير امتياز بيبدأ ان هو ينسق ان هو يكمل كلية تمريض، لكن معهد فني صحي بيقبل طلبة طبعا كلية تمريض بتقبل طلبة علم علوم فقط، لكن معهد فني صحي بيقبل طلبة علم علوم وعلم رياضة، وبيقبل من الصنايع، بيقبل من الصنايع ودبلوم تجارة، بيقبل من صنايع طبعا بمجاميع لازم تكون عالية جدا، يعني مجاميع عالية، مجاميع في 95% 96 و97%، فبيقبل مجموع عالية جدا. وقسمين بس في صنايع، قسم الإلكترونيات وقسم كهرباء، يقدروا ان هما يكملوا يدرسوا في معهد فني صحي قسم صيانة أجهزة طبية. وعندك برضو من دبلوم تجارة برضو مجاميع زي ما قلت لك كده 95 و97 و96، مجاميع عالية جدا يقدروا ان هم يكملوا فن الصحي، ويبقى متاح لهم اقسام معينة بس، مش متاح لهم اشعة ومعامل واسنان والحاجات دي، مش متاح لهم طبعا تسجيل طبي واحصاء والحاجات دي، شعبة معاونين، في كذا شعبة تانية انا متكلمتش عنها لانها مش مرغوبة، انك لو انا في رأيي لو انت ما جالكش الشعب اللي انا اتكلمتك عنها بجد، يعني الشعب التانية هتبقى الميزة الوحيدة فيها ان انت هتلاقي ان انت وظيفة ثابتة، لكن انت عشان تشتغل في البرايفت وكده مش هيبقى متاحة، يعني معاونين، فانت معاون صحي فتقريبا ان انت تشتغل في البرايفت وكده فتبقاش مطلوب يعني، لكن كوظيفة حكومية فانت بتخلص المعهد طبعا وتستلم وظيفتك. طيب دي كده كان فيديو مختصر عن كلية التمريض ومعهد الفني الصحي.
طبعا زي ما قلنا لو انت محتار بين كلية تمريض ومعهد فني صحي وكلية طب بيطري، فتبدأ تسمع الفيديو مقارنة بين كلية الطب البيطري وكلية التمريض، خش عندي على القناة وابدأ اسمعه. وعاوز اقول لك ان انت لازم تسمع الفيديوهات اللي انا اتكلمت فيها عن كلية التمريض، خش على القناة ابدأ قلب في القناة هتلاقي فيديوهات اتكلمت فيها عن كلية التمريض هتفيدك اكتر. في النهاية لو أنا مكانك هختار إيه؟ لو أنا مكانك هختار كلية التمريض. الميزة الوحيدة، أو مش وحيدة، أكيد في كذا ميزة للمعهد الفني الصحي. أول ميزة التكليف، ودي موجودة في كلية التمريض ومعهد والمعهد الفني الصحي. تاني ميزة، وهي غير التكليف، تاني ميزة ترجع للمعهد الفني الصحي ان هو تقريبا سنتين دراسة وست شهور امتياز، وبعدها ان انت بتبدأ تشتغل. لكن الكلية 4 سنين دراسة وسنة امتياز، وبعدها ان انت بتبدأ تاخد تكليفك. فدي ميزة عن الكلية. ميزة الكلية عن المعهد طبعا ان الكلية على الدرجة الثالثة، لكن المعهد على الدرجة الرابعة. المرتب كلية تمريض مرتب أعلى من معهد فني صحي. كلية تمريض مجال السفر وفرص السفر أعلى بكتير جدا 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 عن المعهد الفني الصحي. فلو أنت محتار بين كلية تمريض والمعهد الفني الصحي فأنا أنصحك بكلية التمريض. لكن لو أنت ما عملتش أصلا اختبار كلية التمريض فخلاص عادي بقى، مش مشكلة، خلاص خش معهد فني صحي وكويس، مش مشكلة. لو أنت ما تقبلتش الوضع في المعهد الفني الصحي تاني سنة إن شاء الله يبقى حول كلية التمريض. عاوز أقول لك إن كمان من مميزات المعهد الفني الصحي إن هو مش كتير، يعني هما تقريبا 14 معهد في مصر كلها، فمش كتير. برضو لو عاوز تبص على حاجة كده بالنسبة لكلية التمريض، فعندك كلية التمريض إن هتلاقيها في الخاص مصاريفها عالية جدا، عشان تخش كلية التمريض أقل حاجة، أقل يعني أقل كلية تمريض في جامعة خاصة حوالي السنة هتصرف معاك حوالي 50,000، سواء مصاريف السنة بتتراوح من 30,000 لحد 40,000، ومصاريفك الشخصية والمواصلات ومش عارف ايه، فهتلاقي السنة قفلت معاك 50,000 لو هتخش كلية تمريض جامعة خاصة، وطبعا ده ليها تكليف. المعهد الفني الصحي من الحاجات اللي بتميزه ان هو عددهم قليلين فمطلوبين في الشغل يعني. بس فان شاء الله لو حد عاوز يعرف اكتر عن المعهد الفني الصحي او كلية التمريض زي ما قلنا اسمعوا الفيديوهات هتلاقوها على القناة. لو عاوز تعرف اكتر عن المعهد الفني الصحي فاكتب لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك، مش بتأخر على فكرة في الرد خالص، فان شاء الله هرد عليك اول ما اشوف الكومنت هرد عليك. بس كده، والسلام عليكم.